حالة من السعادة كده بيعيشها الجماهير المصرية وجمهور النادي الأهلي تحديدا بعد ما قدر طبعا هو يفوز على الترجي التونسي في إياب دور النص النهائي نهائي دوري أبطال أفريقيا بنتيجة طبعا في مباراة الذهاب 3-0 ومبارح كان 1-0 فإجمالي 4-0. ده طبعا إجمالي المباراتين، وبكده هننتظر الفائز من مباراة الوداد المغربي وسان داونز الجنوب أفريقي، وكل تأكيد هتكون مباراة صعبة ما هيش سهلة. طبعا يعني حسب السيناريو في البعض بيقول أنه مباراة الوداد هتكون أسهل، لا سان داونز هتكون أفضل لأنه كمان في طار بين سان داونز والأهلي. يعني خلينا نشوف كده ونستعرض مع حضراتكم تفاصيل المباراة، فرص الأهلي في الفوز بلقب البطولة بعد ما تأهل لرابع مرة على التوالي. كل ده كمان نتعرف عليه من ضيفنا في الاستوديو الاستاذ فادي جمال الناقد الرياضي، يعني منورنا طبعا وصباح الخير عليك. صباح الفل عليكم وصباح الفل على كل الساده المشاهدين. صباح الخير، اهلا بيك والف مبروك لجماهير النادي الاهلي ولادارته وكل اللعيبه على التاهل التاريخي للمره 16 في تاريخه. النادي الاهلي بيتاهل للمباراه النهائيه لدوري ابطال افريقيا، ارقام مرعبه. النادي الاهلي بيتاهل رابع مره على التوالي. فرق كتيره جدا في افريقيا مش محظوظه بوجود النادي الاهلي في افريقيا لان هو متمرس جدا في القاره الافريقيه، وللمره 16 بنشوف النادي الاهلي وان شاء الله نرفع البطوله الافريقيه للمره 11 ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. طيب يعني خلينا كده في البدايه نعرف منك، شفت المباراه ازاي؟ المباراه ابتدت هاديه جدا، بدايه هاديه جدا، يمكن حاول الترجي ان هو دي يخطف كده هدف مبكر، لكن الاهلي قدر ان هو يحافظ على الشباكو. شفت المباراه بشكل عام ازاي؟ اولا مارسيل كولر مدرب متمرس جدا وبصراحه يعني من المدربين التقال اللي جم للنادي الاهلي، دخل في الاجواء الافريقيه بسرعه كبيره جدا. ابتدى المباراه يمكن في بعض المحللين كانوا بيتوقعوا ان هو ما يبتديش بالتشكيل الاساسي للنادي الاهلي ويريح بعض اللاعبين، لكن مارسيل كولر دخل بالتشكيل الاساسي للنادي الاهلي من اول المباراه ما عدا يمكن محمد الشناوي بس وده للاصابه، لكن التشكيل كله القوام الاساسي للنادي الاهلي كل اللعيبه دخل حاول ان هو يهدي لان هو عارف ان الترجي ما عندوش حاجه يبكي عليها. فطبعا كان الترجي لازم يدخل بكل تقله ويضغط جدا على النادي الاهلي، لكن هو النادي الاهلي ابتدى يمتص حماس فرقه الترجي وابتدى هو كمان يضغط على فريق الترجي. فلو قرينا شويه في ارقام المباراه هنلاقي ان النادي الترجي سدد تسديده واحده بس على المرمى، استحواذ كان في صالح النادي الاهلي بنسبه 69% ل 31% النادي الترجي. فالنادي الاهلي قدر مارسيل كولر ان هو يحفز اللعيبه ان المباراه دي مش مباراه سهله، ومش معنى ان احنا كسبنا 3-0 في الخصم. فرقه الترجي فرقه كبيره جدا، فرقه ليها احترامها وليها تقلها في افريقيا. صحيح نتيجه الذهاب كانت نتيجه مريحه للنادي الاهلي وجماهيره ودي ادت اريحيه للعيبه، لكن انا شفت ان كان في قتال من اللعيبه اثناء المباراه وما كانش في استسهال يعني بالخصم عشان احنا كنا كسبانين 3 في المباراه. دي مطلوبه مثلا يعني الروح دي مطلوبه اكيد. بالظبط. طيب. كمان ده كولر كان ليه تصريحات كمان قبل المباراه وهو بيقول انا هتعامل مع هذه المباراه لانها الشوط الثاني. على الرغم من انه فعلا ضامن خلاص ان هو هيلعب النهائي، الا انه فعلا كان بيلعب هذه المباراه هو نفسه كان متحمس، وزي ما انت قلت دخل في الاجواء الافريقيه سريعا على الرغم انه ما كانش عنده اي تجربه افريقيه في السابق، لكنه عارف بالظبط طريقه اللعب في افريقيا عامله ازاي، وعارف جماهير النادي الاهلي كمان بتحب ايه، يعني جماهير النادي الاهلي عايزه فوز، وبالاضافه لده ان او انعكاسات ده ان جماهير النادي الاهلي كمان حبت الراجل ده، لان هم فعلا شايفين منه اداء مختلف في الملعب. مش هنقول بقى يعني مش عشان ما نتكلمش عن ادارات سابقه او اجهزه فنيه سابقه للنادي الاهلي، لكن كان لفترة من الفترات النادي الأهلي كان بيعتمد على الدفاع أكتر، كان بيعتمد على الكرة المملة اللي هي يعني تفضل واقف بالدافع ماسك خط النص لكن مفيش هجمات، حتى الهجمات المرتدة على استحياء. لكن بنشوف الكرة مع النادي الأهلي خلال الفترة اللي فاتت مع مارسيل كولر في هجوم. صحيح مظبوط بيعتمد. صحيح. هو هذه صحيح من ضمن النقط المميزة جدا في مارسيل كولر ان هو بيتنوع بينوع جدا طريقة اللعب الهجومية. فلو بصينا مثلا على الارقام لاعبين النادي الاهلي هجوميا هنلاقي ان محمود كهربا طبعا هو يعني عاد محمود كهربا طبعا للحياه الفتره الاخيره وبقى من ضمن نجوم النادي الاهلي الكبار يعني الفتره دي، وبعد ما كان النادي الاهلي في مفاوضات جاده مع مهاجمين افارقه كتير جدا، اعتقد النادي الاهلي دلوقتي مش في احتياج لمهاجم افريقي بسبب تالق محمود كهربا. محمود كهربا احرز 5 اهداف في البطوله الافريقيه، حسين الشحات 4، بيرسي تاو اللي ايضا عادوا برضه للحياه مره تاني احرز 4 اهداف. فبنلاقي تنوع، بنلاقي ان حمدي فتحي لاعب المحور الوسط احرز 3 اهداف، محمد عبد المنعم المدافع قلب الدفاع احرز 3 اهداف،
فهو عنده تنوع جدا في طريقه اللعب. عبد المنعم ده محتاج وقفه. شفت انت الكره اللي استخلصها من المهاجم ورقص اتنين وخدها من قدام الجون من عنده ووصل بيها لحد هناك ورفع عرضيه. محمد عبد المنعم مدافع اعتقد ان هو بيتفرج على الكره الاوروبيه كتير وبيتعلم ان المدافع بس مش دوره ان هو يكون بس مدافع. المدافع دلوقتي لو بنتفرج على الكره الاوروبيه مدافع بيحرز اهداف بيبني هجمه، ايضا حارس المرمى برضو بيبني هجمه. فمحمد عبد المنعم اعتقد ان هو بيتفرج فعلا على الكره الاوروبيه كتير، واعتقد ان ده برضو كلام من مارسيل كولر طبعا ان بناء الهجمه من الخلف لازم يكون دقيق. لو بصينا على الميس باص امبارح للنادي الاهلي، النادي الاهلي عمل 749 تمريره منهم 720 تمريره صحيحه، فبنتكلم في نسبه مرعبه حوالي 95% من نسبه التمريرات الصحيحه من التمريرات اللي هي صحيحه. دي طبعا رقم كبير جدا، واعتقد ده شغل من المدير الفني ومن الاداره الفنيه. ان ايضا بيرسي تاو مرر حوالي 21 تمريره صحيحه من 22 تمريره، فعنده تمريره واحده فقط خاطئه. طبعا ارقام دي كلها شغل من الجهاز الفني. فطبعا محمد عبد المنعم والمنظومه الدفاعيه كلها، يعني لما بيلعب متولي او يلعب ياسر ابراهيم بنلاقي ان نفس النظام هو واحد. خلق دقه قويه جدا مارسيل كولر، ما بقيناش نقلق خالص ان ممكن لعيب لا قدر الله يتصاب، لكن هو خلق دقه قويه. كل مكان ليه بديل او اكتر. خلق تنافسيه كبيره جدا، بنلاقي ان دايما اي تغييرات بنبقى مطمنين ان التغيير ده مش اقل خالص من المستوى اللاعب اللي في الملعب. طيب بما ان احنا بنتكلم عن التغييرات بقى، شفت تغييرات امبارح ازاي؟ يعني زي ما كنت بقول لك ان فعلا مارسيل كولر خلق تنافسيه وخلق ان اللعيبه اللي موجوده في الملعب واللي موجودين على الدكه عندهم استعداد تام ان هو ينزل في اي وقت من اوقات المباراه، وان ما يكونش مجرد تغيير بضيع بيه وقت، لكن هو عارف ان ليه دور. فحتى بنشوف الدوري المصري ايضا ارقام يعني محمد شريف اللي بنلاقيه شويه على الدكه بيبتدي في المباريات في بطوله افريقيا ان هو هداف الدوري المصري او هداف الاهلي في الدوري المصري برصيد 8 اهداف. فهو خلق تنافسيه كبيره جدا ما بين كل اللعيبه، فاعتقد ان التغييرات كانت ممتازه. اولا اراح بعض اللاعبين في الاخر ونزل لعيبه علشان يفضلوا موجودين في الملعب. الاهلي قبل مباراه النهائي عنده 3 ماتشات في الدوري مهمين جدا، واعتقد ان دول هيكونوا استعداد قوي قبل لقاء ان شاء الله النهائي اللي هنعرف الفريق المنافس ليه ان شاء الله النهارده. في النقطه دي تحديدا بقى كولر قال كلمه بصراحه عجباني قوي. احنا دايما لما بنيجي نسال المختصين والنقاد مثلا تقول له اي مباراه هتكون اسهل على النادي الاهلي او تحب النادي الاهلي يقابل مين، سان داونز ولا الوداد، فهو قال انا هتفرج على المباراه النهارده او بكره، يعني كانت يوم الخميس تقريبا التصريحات دي، مش بغرض ان انا اختار منافس، انا ما اختارش منافس. ودي الحقيقه الكلمه دي بتدي ثقه كبيره جدا ليه هو وللعيبه وللجماهير كمان، بتطمن الجماهير ان هو مش بيعتمد على قوه او ضعف المنافس، قال انا هتفرج بس على المباراه عشان اعرف الفريق بيلعب ازاي. بالظبط، ده طبعا بيدي ثقه كبيره للعيبه ان ايا كان المنافس، وخلينا نقول ان الاثنين المنافسين اللي ممكن يقابلوا واحد فيهم يقابل النادي الاهلي، الاثنين فرقتين مش سهلين خالص طبعا، وعندهم طار كروي مع النادي الاهلي الوداد في النسخه اللي فاتت وسان داونز في النسخه الحاليه. بالظبط، شخصيا اتمنى ان احنا نلعب سان داونز، طار قريب اكتر وكان طار اعتقد اللعيبه كلها محتاجه ان هي تكون فعلا بتاخد طار الكروي ده يعني من فريق سان داونز. بس خلينا نقول ان المباراه النهارده ان شاء الله الساعه 4 كولر قال ان احنا لازم هنشاهد المباراه دي النهارده، واعتقد ان كل فريق النادي الاهلي هيكون بيشاهد المباراه دي، لان خصم من الاثنين ان شاء الله هيكون بيقابله يوم 4 ان شاء الله هنا في استاد القاهره، ويوم 11 في ملعب الخصم ان شاء الله. نتمنى ان ايا كان الفريق اللعيبه بتاعتنا عندها ثقه ان شاء الله نكون بنتخطى العقبه دي ونكون بنحتفل ان شاء الله بتتويج النادي الاهلي للمره ال 11 ببطوله دوري ابطال افريقيا. طيب عادة السؤال اللي بيتسأل ايه نقط ضعف المنافس الفريق المنافس اللي اشتغل عليه المدير الفني، بس انا سؤالي هنا لانه بما ان نقط ضعف كل فريق مختلفه، انا هسأل عن النادي الاهلي. مارسيل كولر ايه نقط الضعف في النادي الاهلي اللي هو اشتغل عليها عشان يظهر الاهلي؟ احنا شفنا امبارح مباراه مش بس ان هو قدر يكسب، لا احنا شفنا مباراه فعلا فيها اداء واستمتعنا فيها. ايه اللي قدر يشتغل عليه مارسيل كولر وقدر يغيره؟ خليني اقول لك ان فعلا مارسيل كولر يمكن النادي الاهلي صعد بصعوبه من دور المجموعات صحيح للدور اللي بعده. اعتقد ان مارسيل كولر اتعلم اوريدي من الاخطاء اللي كانت موجوده قبل كده، واعتقد ان هو قرا وشاهد النادي الاهلي كتير قوي في فيديوهات سابقه علشان يعرف بالظبط ايه نقط ضعف النادي الاهلي. مارسيل كولر اعتقد قرا الاهلي كويس وشاف ان من ضمن اولا هو اشتغل نفسيا وذهنيا جدا على اللعيبه، ودي من اهم النقط طبعا اللي بتاثر على اللاعب المصري
بشكل عام اللاعب المصري يمكن بيتأثر بالضغط الجماهيري، أعتقد تعامل مع بعض اللاعبين اللي يمكن كانوا وصلوا لمرحلة من الإشباع. خلينا نقول النادي الأهلي دايما بطولات في النهائي أفريقيا 4 مرات أو 3 مرات قبل المرة دي، فأعتقد إن كان في إشباع كده للعيبة إن إحنا نجوم وإن إحنا هنوصل بسهولة، وده يمكن اللي أثر على ذهنيا على اللعيبة. أعتقد إن دي نقطة من النقط المهمة قوي اللي اشتغل عليها. قعد أسماء كبيرة على الدكة كنا بنشوفهم أساسيين على طول، قعد أسماء كبيرة ما بقاش، وتعلم اللعيبة إزاي الانضباط والالتزام. امبارح كان في تصريح من محمد مجدي قفشة إن إحنا بنلتزم بتعليمات المدرب اللي بيقولها، وهو قال لنا إن إحنا نضغط من أول المباراة في مباراة الترجي بتاعت أمس. فهو علم اللعيبة الانضباط جدا. أي لعيب مش منضبط تكتيكيا بنلاقيه قاعد على الدكة بعدها مباراة أو 2 أو 3. نفسيا اتعامل مع اللعيبة بشكل كبير جدا، صاحب اللعيبة، ودي حاجة مهمة جدا. أعتقد حتى جماهير الأهلي زي ما كان شاذلي بيقول، جماهير الأهلي بقت بتحب مارسيل كولر جدا. هو كسب جماهير الأهلي لأنه عارف فعلا منين تؤكل الكتف زي ما بيقولوا، عارف النادي الأهلي فريق كبير قوي، وإن جماهيره طموح جماهير النادي الأهلي ما بقتش بس الوصول لنهائي أفريقيا أو الوصول لكأس العالم للأندية، إحنا بننافس باللاعب ريال مدريد لو شفنا، باللاعب بايرن ميونخ. فأعتقد جمهور النادي الأهلي بقى طموحه أكبر من الوصول لنهائي أفريقيا أو الفوز بنهائي أفريقيا. فأعتقد دي بعض النقط اللي اشتغل عليها مارسيل كولر، وفعلا هي من أهمها إن هو قعد بعض اللعيبة على الدكة، فبقى كل لاعب متأكد إن هو ممكن في لحظة لو ما كانش منضبط تكتيكيا إن هو يكون قاعد على الدكة وفي بديل مناسب جاهز. اشتغل على البدائل بشكل ممتاز، وأعتقد دي من أهم النقط الإيجابية اللي اشتغل عليها مارسيل كولر، بالإضافة إن هو فعلا زي ما كنت بقول من شوية إن هو نوع في طرق اللعب الهجومية للنادي الأهلي. فبقينا بنشوف شغل الظهيرين سواء محمد هاني أو علي معلول، عرضيات مستمرة، الكور الثابتة. إحنا كنا يمكن عندنا نقطة ضعف في الكور الثابتة اللي بتتلعب علينا، اشتغل عليه بشكل كبير قوي. الكور الثابتة اللي في صالحنا اشتغل عليها بشكل كبير جدا. فبقينا بنشوف محمد منعم في بطولة دوري أبطال أفريقيا بيحرز 3 أهداف، وأعتقد دي كلها أرقام إيجابية. تاريخ الترجي أعتقد إنه مش هو ده الترجي اللي إحنا متعودين عليه، مش ده أداء الترجي التونسي قدام النادي الأهلي تحديدا، وده أعتقد واضح. إحنا يعني مش هنتكلم طبعا عن تغيير القيادة الفنية للفريق، لأنه بكل تأكيد لا يتحمل طبعا الخسارة من مباراة واحدة من نبيل معلول اللي قدم استقالته فيه بعد خسارة الماتش اللي فات لأنيس البوسعيدي دلوقتي، على الرغم إنه كان فيه يمكن هو الراجل ما كانش فيه عليه ضغوط، راجل أول مباراة بيلعبها خسران كده كده في مباراة الذهاب، فمش هيتحمل اي لوم مثلا. وفي نفس الوقت كان في تشجيع كبير جدا من الاداره بمكافاه ماليه كبيره جدا، ان هو لو فاز في هذه المباراه هيكون ليه مكافاه ماليه كبيره. الصوره اللي ظهر عليها الترجي ايه السبب فيها؟ خلينا نقول الترجي طبعا زي ما انت قلت يا شاذلي، ان فعلا الترجي مش في مستوى الترجي المعهود، وده ظهر قوي في المباراه اللي قبل مباراه قبل النهائي. اعتقد من خلال قراءتي شويه للحال دلوقتي ان فعلا فريق الترجي فيه معاناه شويه في الناحيه الاداريه اوريدي في الترجي التونسي. طبعا خلينا نقول كان في بعض الغيابات كمان في مباراه الذهاب وفي مباراه العوده. هنقول المهاجم بتاعهم الاساسي وهو اخطر لعيب حمدي الهوني كان غايب عن الفريق في المباراه الماضيه وايضا المباراه دي. الفريق ذهنيا ما كانش محضر نفسه كويس جدا خالص لمباراه الاهلي، ده أثر عليه بشكل كبير قوي في مباراة الذهاب. خلينا نقول من ضمن النقط القوية قوي في مارسيل كولر إن هو بيعرف نقط ضعف المنافس وبيشتغل عليها بشكل كبير. هو عارف إن في نقط ضعف حاليا في فرقة الترجي واشتغل عليها فعلا، وده مكسب كبير فعلا للنادي الأهلي. الراجل فعلا بيعرف يقرأ الفريق كويس، ففعلا في نقط ضعف في فرقة الترجي، مش هي طبعا بنتمنى لها كل التوفيق في المباريات القادمة يعني، لكن فرقة الترجي فعلا ما كانتش بالمستوى المثالي ليها المعهود اللي احنا عارفين. نادي الترجي دايما منافس قوي جدا للنادي الاهلي، ومن الصعب ان انت تكسبه على ارضه في ملعبه في تونس ب3 اهداف نظيفه، وما يقدرش في الماتشين الذهاب والعوده ان هو يحرز اهداف. بس خلينا نقول ان في شويه تخبط اداري كان بيتكلم عنه حتى المحلل الرياضي التونسي بالامس، ان في تخبط اداري فعلا موجود في النادي، وان النادي ما بقاش يعتمد جدا على الاكاديميه بتاعت الفريق وما بيطلعش لعيبه شباب. فاعتقد دي حتى كان من مطالب الناس او الشعب التونسي او جماهير فرقه الترجي ان هو يبتدي يعتمد على الشباب اكتر، لان اللعيبه اللي موجوده ما بقتش بجوده وكواليتي فرقه الترجي اللي احنا معهدين بيها يعني. طيب احنا في انتظار مباراه النهارده،
بين الوداد وبين سان داونز، توقعاتك مين اللي هيفوز ونقط ابرز نقط ضعف الوداد وسان داونز؟ خلينا نقول سان داونز من الفرق اللي يعني نقاط ضعفها قليله جدا وبكل صراحه وصدق، فريق يعني قوي ومرعب الحقيقه. فرقه سان داونز بيلعبوا كره حلوه، فريق بيلعب كره حلوه قوي، بيسموه برازيل افريقيا يعني. فريق عنده سرعه مش معقوله، بيعرف يسدد من الخارج، عنده اكتر من لاعب قوي جدا، بيحرز اهداف من شتى الطرق اللي ممكن نتخيلها على ملعبه، مرعب، بيكسب بالاربعه وبالخمسه على ملعبه، ما بيخشاش اي حد. المباراه اللي فاتت في المغرب اطرد منه لاعب يمكن في الشوط الاول والشوط الثاني كله كان ب10 لاعبين، وفي اخر المباراه اطرد منه لاعب ثاني، لاعب 9 اهداف، برغم كده كان مسيطر وما كانش قادر فريق الوداد ان هو يحرز اهداف فيه. فاعتقد لقاء النهارده لقاء صعب جدا على فريق الوداد، بنتمنى طبعا لفريق الوداد كل التوفيق كممثل للعرب، لكن المباراه صعبه، فريق سان داونز مش فريق سهل خالص. شخصيا اتوقع صعود سان داونز لملاقات النادي الاهلي في النهائي، وده تمني شخصي برضو ان احنا نكون بنقابل سان داونز في النهائي. فرقه الوداد فريق قوي طبعا لا يستهان به خالص، ولو النهارده حقق الفوز مش هتكون مفاجاه كبيره طبعا، لان هو وصل للدور ده فعلا عن جداره واستحقاق، لكن خلينا اقول ان فرقه سان داونز فعلا مش فريق سهل خالص، وعلى ملعبه اتوقع فوزه النهارده بنتيجه مريحه والتاهل ان شاء الله لملاقات النادي الاهلي في المباراه النهائيه. ان شاء الله طبعا بنتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في هذه المباراه، وبنشكرك شكرا جزيلا على وجودك معانا الناقد الرياضي فادي جمال، شكرا جزيلا ليك.